السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة تكملة لسلسلتنا اللي بدأناها في بداية الشهر الكريم. إن شاء الله اليوم عنوان محاضرتنا عن الصدقة واستشهادا بقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أجر المتصدقين، فلحظات الموت مخيفة وثقيلة، ومما يخفف من ثقلها على الإنسان الصدقة في سبيل الله. الصدقة هي الإنفاق من المال الحلال إلى الشخص المحتاج، الإنفاق مما رزقنا الله من مال وأكل وشراب وكل شيء نملكه يمكن الإنفاق منه. للصدقة أجر كريم ووفير وعطاء كبير من الله تعالى عز وجل للمتصدقين، وقد أمر الله عز وجل في كتابه العزيز أن يكون إخراج الصدقة في الخفاء، فذلك أقرب إلى الإخلاص من الصدقة المعلنة، ودليل على ذلك في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وللمتصدقين لهم أجر مضاعف، فقد خص الله تعالى من ينفقون ويتصدقون من عباده بالأجر المضاعف، وذلك استشهادا في كتابه العزيز قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وهلأ رح نحكي أنا وياكم عن أنواع الصدقة. أولا، الصدقة والإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ورد الإنفاق في الجهاد في سبيل الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثانيا، الصدقة على اليتيم أجرها عظيم، لقوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الصدقة الخفية وهي أفضل أنواع الصدقات، هذا النوع الثالث. والنوع الرابع، الصدقة في حال الصحة والقوة، أفضل من حالة صدقة السر، أفضل من صدقة العلانية، هذا الأصل. وذكر عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان ينفق على 40 بيت في المدينة دون علمهم، ما يدرون أن علي بن الحسين هو الذي ينفق عليهم. 40 يوم 40 بيت كان ينفق عليهم دون علمهم. كان آخر الليل يخرج ويضع الصدقات عند البيوت، عند البيبان، يفتحون الباب يلقون الطعام أو المال اللي يكون ما يتصدق به عليهم، اللي موجود من الموجود. متى كيف عرف الناس أن علي بن حسين هو اللي يفعل ذلك؟ لما مات انقطعت هذه الصدقة رضي الله عنه ورحمه. فلا شك أن صدقة السر هي الأعظم عند الله تبارك وتعالى، وهي الأصل أن الصدقة في السر، لأنها أبعد عن الرياء. صدقة في حال الصحة والقوة أفضل من حالة المرض والهرم. خامسا، إنفاق المسلم مما هو بحاجة إليه ومع قلة ما يملكه بقدر الاستطاعة. عندك رغيف خبز، اقسميه من النص بينك وبين جارتك المحتاجة أو صديقتك المحتاجة.
سادسا الصدقة على القريب، منها صلة رحم، وأيضا الأقربون أولى بالمعروف. سابعا الصدقة على الجار. ثامنا وأخيرا الصدقة الجارية، وهي الصدقة التي تبقى بعد وفاة صاحبها مع استمرار أجرها بعد موت الشخص. وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هلأ رح نحكي عن فوائد الصدقة وأجرها. أولا هي حجاب من النار وظل من اللهب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ثانيا تقي مصارع السوء. وفي قصة تشرح هاي الفائدة أو هذا الأجر، إنه كان هناك مريض سرطان، قال له الدكتور إنه أنت رح نعمل لك عملية صعبة واحتمال ما تقوم منها، فروح ودع أهلك، كانت من بلدة أخرى يعني مسافر لبلدة تانية، ودع أهلك ودع أولادك وزوجتك لأنه يمكن ما تقوم من هاي العملية. ففعلا هو سافر وراح يروح يودع أهله، هو بطريقه إلى بيته صادف مكان بيع يعني لحام، بيع لحم، فلقى امرأة تجلس تحت اللحام وبتاخذ العظم اللي بيزيد عن اللحمة بتروح بتطعم فيه ولادها. فسألها وحكت له هيك قصتي، فراح عند اللحام حكى له إنه كل نهاية أسبوع هاي رح المرأة تيجي عندك وتأخذ كمية معينة من اللحم، وهي أجر اللحم مسبق مدفوع لك، وإذا احتاجت كمان هي البيت الفلاني أولادي بيكملوا عني. فعلا راح الموضوع ودع أهله وناسه، وبعد فترة كم يوم رجع على المستشفى على البلد الثاني عشان يتعالج ياخذ العملية. فالدكتور صعق قال له: أنا بدي أعرف شو الدواء أو وين عملت العملية لهالدرجة ناجحة، شو الدواء اللي أخذته، شو العلاج اللي تلقيته عشان السرطان يروح من جسمك كأنك مش مريض أبدا. يعني انصدم الرجل وحكى له: أنا ما عملت ولا إشي، يعني لا تعالجت ولا إشي، زي ما أنت قلت لي روح ودع أهلك وسلم على ناسك وهيك وروح، بس أنا لقيت امرأة فقيرة ويمكن لأني ساعدتها رب العالمين شافاني من المرض. وهاي بتصب بنقطة أربعة من فوائد الصدقة، اللي هي الصدقة تعالج المرضى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والنقطة اللي بعدها من فوائد الصدقة: الصدقة تجعل الملائكة تدعو لك فتقول: اللهم اجعل لمال منفق خلفا واجعل لمال ممسك تلفا. والنقطة اللي بعدها من الأجر: الصدقة تمحو خطاياك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والآن تفكري بكل ما قيل عن الصدقة وفضلها وأجرها، فوالله لأجر الصدقة تأخذين هي بالدنيا قبل الآخرة، فسارعي إلى الصدقة ولو بشق تمرة. ورح نحكي بنهاية محاضرتنا عن فكرة عملية نعملها أنا وياكم. اعملي حصالة أنت وأهلك، أنت وزوجك، أنت وأولادك، أنت وخواتك، وأي شخص بتعزيه حطي هاي الحصالة وما تفتحيها أبدا، وكل ما تلاقي معك مصاري زيادة أو حابة صدقي حطي فيها، وبعد فترة وديها لحدا محتاج أو لعائلة مستورة، فوالله ستري بركة في مالك ورزقك ما لا ترينه من قبل. والصدقة في رمضان يا أخواتي أجر مضاعف، وهذه أيام فضيلة وليالي عظيمة، فلا تبخلي على نفسك بالأجر الوفير، ولا تبخلي على المحتاجين من عطائك ونفقتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها